حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج من حولك الحلقة الأخيرة من شهر رمضان المبارك سولفنا بالحلقات الفاتت عن المحيبس والمسحرشي وغيرها من الأجواء الرمضانية وبهذه الحلقة راح نكمل باقي الفقرات والمواضيع ومثل ما نبدي دائما من العناوين استمرار الاعتداءات على الكوادر الطبية يدفعهم للهجرة بإحصائية مقلقة اكثر من نصف مليون متسول داخل العراق ما بين التهديد والوعيد يبقى مصير الطبيب بالعراق مجهول يواجه الاطباء بمختلف القطاعات والمؤسسات الصحيه العامه والخاصه تهديدات تختلف شدتها من اعتداءات لفظيه الى اعتداءات جسديه وابتزاز مالي وغيرها من انواع الاعتداءات هذه الاعتداءات خلت هوايه من الاطباء يهاجرون خارج العراق، وبعضهم يغلق عيادته، وبعضهم يمتنع عن اجراء العمليات الحرجه للمرضى. وكلنا احنا شايفين التعهدات اللي تصير بالمستشفيات قبل لا يسوي المريض العمليه، اخلاء مسؤوليه من اي تدخل جراحي. نبدأ الجزء الأول من حلقتنا بتقرير عن إحصائية أصدرها مجلس القضاء الأعلى عن عدد الدعاوى المقدمة من الأطباء بخصوص التجاوزات المستمرة سواء بالمستشفيات والمراكز العامة والمراكز الخاصة، نتابع هذه التقرير والإحصائية وبعدين نرجع. مرحباً أصدر مجلس القضاء الأعلى إحصائية بعدد الدعاوي المقدمة من الأطباء على المواطنين. الإحصائية شو تقول؟ تقول بأنه أكثر من 182 دعوة اعتداء تم تسجيلها خلال ثلاث أعوام، وتخص هاي الدعاوي بس بغداد. جانب الكارخ تم تسجيل 31 دعوى اعتداء، بينما بجانب الرصافة تم تسجيل 151 دعوة. توزعت الدعاوي المسجلة بالرصافة بواقع 14 دعوة في عام 2021، و43 دعوة في 2022، و77 في 2023، و17 دعوة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي. طبعاً وفقاً لنقابة الأطباء العراقيين، فإن الإحصائيات الرسمية سجلت اختيار 363 طبيب بعد عام 2003. وبحسب الاحصائيات الرسميه فان 72 الف طبيب عراقي طلعوا خارج البلاد، ليش؟ لان دفعتهم الظروف الامنيه والتهديدات اللي تعرضوا الها للهجره. يقدر عدد الاطباء الاستشاريين العراقيين اللي يقيمون بالعاصمه البريطانيه لندن بحدود 4000 طبيب، وهذا عدد الاطباء الجدد. أما بعموم بريطانيا فعددهم يبلغ 60 ألف طبيب وبدول أوروبية أخرى والولايات المتحدة وأستراليا ودول الخليج طبعا يوجد أكثر من 12 ألف طبيب عراقي طبعا يفرض القانون العراقي عقوبات على كل من يعتدي على موظف حكومي في أثناء أداء لواجبة ومنهم الأطباء وحدد قانون العقوبات الخاصة بالاعتداء على المكلفين خدمة عامة بالحبس بمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وتكون العقوبه مشدده في حال تعرض المعتدى عليه للاذى او اصيب بجروح او اعاقه مستديمه ويمكن ان تكون العقوبه ضعف تلك المده شنو هي الاسباب اللي تدفع باتجاه هذه الاعتداءات ايش قد هذه الاعتداءات اليوم جاي تاثر على الطبيب العراقي ممكن الدفع للهجره ومثل ما قلنا بدايه الحلقه ممكن بعضهم يغلق عيادته بسبب المشاكل اللي تجي من التداخلات الجراحيه والعمليات وغيرها. وهل القوانين العراقيه تحمي بالاساس الطبيب العراقي؟ كل هذه التفاصيل نناقشها بالاستوديو مع الدكتور وائل كامل الكبيسي مدير عام دائره صحة الكرخ، رحب بك دكتور. اهلا بك، اهلا بك. حياك الله، الحمد لله على السلامة، شو نقول لكم الاطباء؟ اهلا بك، اهلا بك عزيزي الله يحفظك 182 دعوات اعتداء على اطباء هاي نحكي بس ببغداد نعم أه شلون دا يصير الموضوع شنو اسبابه والله الحقيقه اولا يعني شكرا جزيلا على هالاستضافه آه رمضان كريم عليك وعلى جميع المشاهدين ان شاء الله اتمنى لهم الصحه والسلامه آه الاعتداءات موجوده مم. من زمان موجوده تزداد آه بالوقت ضعف القانون وتطبيقه مم. وتقل في حال توفر القوانين الرادعة وتنفيذ القوانين الجهة التنفيذية المنفذة للقوانين بالحقيقة برغم من هاي الاعتداءات اللي العدد الكبير اللي تذكره حضرتك هذا العدد قل هواية عن السابق قل. كانت طبعا كانت أكثر أكثر بكثير بس حاليا بدأت الجهات التنفيذية بتطبيق القانون والضغط على الامور العشائريه والانتقاميه اللي تحدث في المستشفيات من تصير عندنا حاله او حالتين يطبق عليها القانون وصارت اكثر من مره حالات طيب. يطبق بها القانون راح كانت رادع لكثير من الناس والحقيقه السبب الرئيسي للامانه ما دام احنا اليوم قناه اعلاميه هي الفجوه اللي خلقتها بعض القنوات الاعلاميه بين المواطن والطبيب يعني عزيزي استاذي الكريم بالبدايه صحه المواطن هي مو مسؤوليته زي. هي مسؤوليتنا مسؤوليه الطبيب والمختص مسؤوليه الطبيب مو مسؤوليه المريض زي. شلون هذا يعني معناه؟ معناها اكو هوايه مرضى يعني اليوم صار عندهم فوبيا الجوجل زي. ويسمع من ذاك ويحكي يم هذا وبالقهوه يسال عن الطبيب قبل لا يروح لا لا مو يسال عن الطبيب يسال عن حالته عن حالته ويلقى لها الحل زين او يروح للصيدليه أيوه ياخذ آه ويلقى الحل ويجي للطبيب زين انا اريد هذا الشيء اخي هذا غلط ما يصير هذا غلط، مو هذا الحل مالتك. انت اصلا ما تحتاج هذه الامور. طيب فما يقتنع. سابقا كان ما يقتنع اكثر، هسه الامور احسن نزل. شوي بالمستقبل تصير احسن. قلت انه الاعلام سبب من طبعاً. اسباب هذه الاحداث، شلون؟ طبعا طبعا. يعني هواي من القنوات الاعلاميه أه تعرف الاعلام هو السلطه الرابعه. مه. ان تكون سلطه انت لازم تطبق أه ابسط قوانين السلطه مه. اللي هي اني ما اسمع سمع واجي احكم يعني انا عندي شكوى المريض طبعا من يشكي اللي عنده مريض اخوه او ابنه او ابوه حقه يحكي ويهوس ويسوي هواية اشياء في حدود المنطق والمعقول أنا اجي اسمع من عنده واقعد ورا ورا الشاشه ورا الكاميرا واقول هذا سوى كذا وهذا سوى كذا بدون ما اعرف حيثيات الموضوع هذا احنا مشكله احنا لذلك اليوم انت دكتور ايه موجود هنا اكيد يعني اكيد يعني يعني خلي خلي احكي لك نقطه بكل صراحه اكيد عن هذا اكيد الموضوع خلي احكي لك في النقطه احنا عندنا بالثقافه العراقيه زين اه من زمان أنا يعني اسمع من انا صغير من يقول لك والله طلع بالراديو سمع طلع بالتلفزيون وقال هذا قانون الراديو والتلفزيون والإعلام قانون طيب اللي يقولوه احنا ماخذين متعلمين اللي يقول الاعلام هذا انتهى طيب هذا صحيح احنا سكت. احنا خلي يعني ما اكون موقع الدفاع عن كل الاعلام اكيد لا بس لا بس كدور الاعلام لا, لا كدور الاعلام انا قلت لك البعض مثل لك ما تفضلت أكيد. اكيد هو البعض, البعض دور الاعلام هو ينقل اخبار الناس طبعًا. ومشاكل طبعًا. الناس طبعًا. حتى تكون اكو فد اهتمام لهذه الطبقه طبعا اليوم احنا مثل ما نعرف سامعين هوايه من هذا الطرح أكيد. وهي مشاكل حقيقيه للناس طبعا انه الطبيب الفلاني يتصرف ويانا يعني كذا صحيح دزنا الصيدليه الفلانيه اكيد تعامل أكيد. أكيد. بطريقه او باخرى، احنا اليوم جاي ناخذ الجانب أكيد. الثاني لا. اللي هو لتصير الاعتداءات بحق الطبيب لا. فالطبيب هو فعلا طرف وسبب أصح... ومسبب لهذه الاعتداءات اكيد اكيد اكو اطباء وصيادله وممرضين وجميع الكوادر في زي. العامله بالصحه، اكو منهم ناس تخطأ وناس سيئه حالها حال اي أيوة وظيفه ثانيه بس القنوات اللي تاخذ بها حقك مو بهالطريقه انت تروح تشتكي اكو اكو نقابه اطباء اكو وزاره الصحه مم. اكو قنوات للشكوى تروح مم. وتاخذ حقك بما ينص عليه القانون طيب. شنو حاليا يواجه الطبيب بالعراق خصوصا الاطباء الاختصاص نقول تمام يعني اه تعرف انت اه الطبيب الاخصائي مم. العامل في في مجالات خصوصا الجراحيه عنده مثلا عملية كبيره جدا زين احكي لك اني قبل ما اكون مدير عام أنا طبيب اخصائي واشتغل عمليات كبيره فمواجه هواي حالات طبعا العمليه كبيره مثل ما بيها نتائج ممكن تصير بيها مضاعفات مضاعفات مو اخطاء مضاعفات هاي وحده وحده من المسميات الشائعه الان بالشارع ومع الاسف يتداولوها غلط بالعمليه غلط حتى الاعلام يتداولها م. غلط خطا طبي الخطا الطبي شنو والمضاعفات والعقابيل احنا باللغه العربيه الفصحى اللي مدونه بالقانون، اكو عقابيل. العقابيل شنو؟ أنا اشتغل عمليه معينه. العلم كله والكتب تقول عقابيل ممكن يصير عندك كذا وكذا وكذا بنسبه محدده في العالم كله. ما بعد العمليه. ما بعد العمليه واثناء العمليه. طيب. العقابيل ما دام مذكوره في ال في ال في الاسس العلميه هاي مقبوله انتهى الموضوع. الاخطاء شنو؟ الاخطاء انت اليوم كمثال عندك كسر برجلك اليمنى بسم الله عليك <applause> 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 وانا اجي اسوي لك عمليه لرجلك اليسرى انت باليمنى وانا سويت لك باليسرى هذا خطا طبي هاي كارثه مو بس خطا هذا الخطا الطبي زي. هذا خطا طبي واضح <applause> بس انا مثلا اجي اشيل لك يعني فد فد, فد كتله جزء <applause> كتله على عصب معين <applause> نسبه انقطاع هذا العصب لان كتله جزء من عنده تفوق الثمانين 80 زين يعني يعني هذا مو خطا هذه عقابيل موجوده فاليوم ايش قدك اخطاء وايش قدك عقابيل او مضاعفات اخطاء قليله جدا مم. جدا لا تكاد تذكر مم. وتقارنها بالدول المجاوره احنا اخطاء عدنا يعني ممكن اقل من عندهم منو جاي يتابع عمل الاطباء خصوصا ما بعد العمليه هسه احنا اذا كل خطا يتسمى مضاعف خو مو بس وجهه نظر الطبيب وان كان هو صاحب الاختصاص وان كان هو المعني نعم. من هنا اللي راح يقدر بحاله صارت انه فد مشكله طبعا هذا أه السؤال كلش مهم انا اليوم مضر زين انا الجا للقنوات اللي القنوات اللي اشتكي القانونية عليها القانونيه واللي كفلها لي القانون القانون نقابه الاطباء او آه المحاكم، مم. المحاكم من تروح تشتكي عليها كمواطن تقول انا اشتكي على الطبيب فلان زي. المحكمة بمهنية عالية راح تبعث الى وزارة الصحة مم. او نقابة الاطباء ترشحينا طبيب مم. من عندكم يقيم كجزء فني مم. يقدر الحالة يجي هذا المرشح من وزارة الصحة او نقابة الاطباء وبالعاده يكون طبيب من أعلى س... صاحب اعلى اختصاص مم. راح يجي يشوف الحالة ويفحصها ويقرا تقارير العملية مم. ويقرر هذا خطا او لا وش قد نسبه تحمل الطبيب له هذه الانتقاء راح ترفع للمحكمه والمحكمه تاخذ اجراءها بشكل م -م. قانوني طيب. يعني عمليه جدا سلسه م -م. ما بيها ما بيها يعني م -م. يعني ايش قد يع... اليوم ايش قد اليوم نسبه اللي يتبع هذا الموضوع وهذا الاجراء المستشفى ما يعني. الى غير هذا الطريق لا لا بالواقع ايش قد يتبعون المرضى من يصير مضاعفات او خطا او م -م. أو, او او بحق المريض ايش قد اكو يتبعون هذا الاسلوب؟ قصدك المرضى كمرضى كمرضى المرضى اي غالبيتهم يتبعون هذا, هذا الطريق طبعا لانه احنا هسه الاطباء يعني بعد دعم القانون الهم قام اي اعتداء عليه مه. يروح يشتكي زين يلقى الدوله طبعا وياه وتحقق له شكواه وتحقق بها وتتخذ اجراءات وخصوصا شكاوي الاعتداء في المستشفيات الحكوميه مه. على كل آه في كل مستشفى مركز شرطه او مفرزه شرطه راسا باللحظه تلقى القبض على المعتدي وينسجن طيب وما يطلع الا يتنازل تتنازل الدوله هي هذه هذه الاجراءات والتعليمات وآلية نعم. تقديم الشكوى تشمل فقط العمل بالمؤسسات الحكوميه والعامه ام انه حتى العيادات الخاصه آه، كل مكان بما انه اسمه طبيب وراح يسويها كل مكان المريض, المريض يعني المواطن كيف هلا فل... باي مكان يشتكي على مم. اي احد مو على الاطباء على اي احد في اي مكان هذا موجود يعني من زمان هسا يعني يعني العمليه صارت ابسط محامين واكو وعي, وعي قانوني زين فاي هو يشتكي على اي احد وين ما يريد باي وقت يريد والقانون يعني تروح هسه انت شايف انت كاعلام برنامج بسيط هواي ناس تروح تشتكي على البرنامج تشتكي صح. على القناه ويعني يعني وصلنا لمرحله من الشكوى انا هسه مدير عام هواي اكو ناس يجون يشتكون علي مو كشخصي يعني على وصف الوظيفي كاداء لا مو على كاداء مه. كشخص المدير هو متضرر من مه. الدائره زين سابقا او حاليا مه. يشتكي على شخص على على على, على صفه طيب المدير صفه المدير العنوان الوظيفي اني اصلا مرات مشاكل تصير انصح ال... انصح ال... الشخص الشكوى. اقول له اشتكي علينا مه. طيب لانه الشكوى هي مو بضر... هي... هي... هي مو موضوع شخصي مو دائما مواضيع شخصيه شكوى هي تحقيق الطرفين بالتالي مفيد طبعا فعلا آه كاميرا من حولك طبعا سوينا استطلاع نعم آه ويا المواطنين نتابع هذا الاستطلاع بخصوص الاعتداءات بحق الأطباء نتابعه وبعدها نرجع أهلا بكم مشاهدينا إحنا اليوم نتواجد بإحدى مستشفيات العاصمة بغداد وهي مستشفى الكندي راح نأخذكم ويانا باستطلاع ويا آراء الناس وآراء الكوادر الطبية حول ظاهرة هواية سمعناها وشفناها وتناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا القنوات الفضائية وهي ظاهرة التعدي على الكوادر الطبية راح نعرف من خلال هذا الاستطلاع أسباب هذه الظاهرة ومدى خطورتها وهل هذه الظاهرة من عادات وتقاليد المجتمع العراقي تعالوا خلينا نسمع الآراء احنا شقد عدنا عندنا حلوه اذا المريض طلع متعافي ويقول رحم الله والديكم وصح له لا واذا خسر احنا خسرنا اصلا خسرنا نفسنا لان هو واحد من عندنا فلذلك انت من تتجاوز علينا وتغلط علينا هاي مو انصاف انت تشوف مريضك صحيح مريضك كان في وضع سيء وشنو الاجراءات يعني هل اني احط الروح راسا من عندي؟ اجراءات طبيه، المغذيات، الاشعه، العمليات هذه كلها اجراءات يعني هي للأسف ظاهرة منتشرة بمجتمعنا والسبب يعود إنه إحنا بمجتمع يعني شبه جاهل وما يقدر اه تعب الكوادر الطبية، يعني هذا أكثر سبب وأنا أشوفه رغم يعني خاصة إحنا من مثلا واقفين بالطوارئ أكثر شي دا إحنا من يفوتون كمية راتب اللي هم أقارب المريض وياه بحيث لا أنا أقدر أشوف شغلي. ولا اقدر ادي مهمتي وبنفس الوقت ده يصير حكي علينا انه الطبيب هيجي او الطبيب ما ما مهمته بصوره صحيحه وهو سبب مو يمنا السبب انه هم دا يصيرون يعني يفوتون مثلا مريض واحد يفوتون عشرة نفس الوقت هذا اكثر شيء احنا ياثر علينا من دا نشتغل وبعدين يطلع الحكي انه احنا الأطباء ما نادي مهمتنا واحنا ما عندنا انسانيه يعني هذا الموضوع اذا نريد يعني نريد مثل ما نقول نقضي عليها فهي مو بيوم وليله انه انا اليوم اقول والله اريد اقضي على هذا الشيء خلاص لازم اجي اوفر فلان شو اسوي فلان شو صعبه انه انت حاليا بواقع المجتمع العراقي اللي يعني اللي نعيشه هذا الواقع صعبه نجي نفرض هذا الشيء هسه حاليا لازم هذا الشيء يعني احنا اذا نريد نوصل له لازم يكون تدريجيا زين انه انا اليوم لازم اسوي حملات تثقيفيه حملات توعيه زين آه يعني حملات انه اعرفهم النيابه انه الطبيب انوجد الطبيب الموجود هو اللي خدمتك اليوم زين فانت يعني اقل شيء 30 حاله طارئه عندك بالطوارئ اوكي انت عندك حاله أو طبيبين او ثلاثه موجودين برات زين هذا 30 واحد يجون يا مريض هذول ال 30 يجون كل واحد عنده سؤال كل واحد فكره بباله ويريد الطبيب يجابه ويعوف الحاله الطارئه وهذا اللي يطلب اقتراحات فهاي يصير توتر احنا نطالب الداخليه بحمايه المستشفيات احنا يعني الكادر الطبي ما انا معرض احنا ترى يجون حادث ب 12 بالليل وبالثنتين وبالثلاثه الصبح وحتى المريض العادي من يجي ويا ثلاثه اربعه منقري يا بطل المريض يا واحد الدنيا قرب علي شيء. وبعد ما تابعنا هذا الاستطلاع نرجع بالاستوديو الى دكتور وائل، دكتور عندنا قانون، قانون حمايه الاطباء بسنه نعم. 2013، الماده نعم. الاولى من هذا القانون حمايه الاطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائريه والابتزاز عن نتائج اعمالهم الطبيه نعم هذا القانون حاليا حامل الأطباء مطبق بشكل فعلي حامل كواضح اطباء حال. حامل اطباء آه اللي عندهم رغبه زي. بتطبيق القانون اللي عندهم الشجاعه مه. انه يشتكي زين اللي الطب... اطباء آه يشتكون يشتكون على الـ المطالبات العشائريه بده حقهم وكوا اطباء يعني يمشي الامور بهالطريقه تعرف بالنهايه احنا اي طبعا احنا بالنهايه بلد يعني هذا يعتمد على المنطقه اللي قاعد م. هو بيها يعتمد على الظروف اللي 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 اللي, اللي, اللي اجريت بها العمليه م. المشكله شلون صارت يقدر الوضع الطبيب ويقول لك أنا يعني اتصرف على هالطريق بس القانون موجود هسه احنا بسنوات سابقه انتقل الموضوع ثاني بسنوات سابقه اذا نقول بعام 2007 و2008 فتره الطائفيه وغيرها عشنا هذا الموضوع والاطباء يهاجرون بسبب هذا هذا الوضع نعم حاليا هذه المواضيع والاعتداءات بدت تسبب هذا الموضوع مره ثانيه هجره الاطباء يعني هجره الاطباء قلت بالعكس قلت اكو اطباء دا يرجعون هسه أه. طبعا جيد أه يعني هو العالم كله الأمان واحده من الاشياء اللي صارت مم. انه العالم كله ظروفه بعد كورونا مضعضعه أه العراق حتى هذا القانون بال 2007 او القوانين اللي شرع ب 2013 تطبيقها بال 2013 مو مثل اليوم احنا يوم عن يوم نتقدم يوم عن يوم ممكن يصير تعديلات بالقانون وتعديلات القانون تسهم في تطوير العمليه الطبيه لانه اني كل ما يتطور القانون ويحميني اكثر ويضمن حقوق المريض اكثر يعني مو بس يحميني يعني يحميني ويضمن حقوق المريض راح يوفر لي اتجاهين للعمل اولا انا راح اشتغل بحرص طيب بالنهايه شينا ما بينها قانون ضابط ضابط احنا مو كليتنا يعني مو كل الناس تشتغل شلون شو ما نقول مثل بمروتها لازم بمروتها وبنفس الوقت خاف من قانون الدوله زين قانون هو وضع لتطور تطور, ال... تطور ال... الوضع ويوفر لي شغله ثانيه القانون يضمن لي حقي يعني انا اذا اشتغل في موضوع كلش كبير اعرف انه القانون يحميني احنا هسه في مثلا في مستشفيات اللي تعمل عمليات القلب المفتوح. مم. يعني احنا خلال اه ثلاثة اشهر مشتغلين ما يقارب قلب مفتوح مم. بمستشفى ابن البيطار اه ما يقارب 270 عمليه بنسبه وفاه وفاه اربعة الى ثلاثة الى أربعة بالمية الوفاة مقبولة بدون مشاكل بشكاوي لان يعني هي اصلا العمليه كبيره جدا حسب الرينج العالمي هذا اقل من عنده اقل من عنده اقل من عنده 4% اقل من طبعا سرعة. بس يعني يعني يعني, يعني ما اعرف بالضبط اقل او مساوي بس رينج كلش قليل زين بحيث احنا حتى اللي دا يتوقف هو متقبل يعني اكو تقبل للموضوع كلش كبير شلون عرف يعني شلون صار تقبل؟ من خلال زياده الوعي مم. احنا اليوم ما تقدر انت تقول احنا اليوم ب 2024 مثل ما كنا ب 2007 أقوى وعي يوم أكيد. بعد يوم، أقوى اجهزه تطلع ده تشوف ده تتعلم ده تتقبل ده يعني يعني هي مشكله المريض العراقي انه كل شيء يعرف بس بالطب ما يعرف شيء. زين يعني واحدة يع... من الشغلات دكتور حتى اذا يعرفها يبقى يعني مع احترامي لهذه المهنه ولشخصك ولكل الاطباء، صار المريض يشوف الطبيب كانما هو تاجر وانه يريد ياخذ من عنده فقط فلوس. بسبب سلوكيات بعض الاطباء بالتعامل نعم هسه مره بسعر المعاينه مالته، مره بتعامله ويا صيدليات معينه، هذه 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 السلوكيات شلون نضبطها؟ لا تروح له. زي. طبيب هذا اللي هيك لا تروح له، مم. انت ليش قاعد اخصائيين ببغداد هسه وبالعراق؟ مم. يعني احنا قبل كان اكو اخصائي مثلا معين يمكن خمسه سته زين هسه مئات مئات انت ما مجبر تروح الا هذا لا تروح له مو هي مشكله يقول لك ها هو هذا هذا اللي يعرف هذا لا الزين لأن لانه أنه غالي لانه غالي لانه غالي ماكو داعي مم. ما يعني يعني مو هذي مو هذي يعني مو هذه مو هي هذه يعني مع الاسف صارت ثقافه مم. انه اني الغالي سعره غالي هو هو اي أيوه أو غالي زين. ما لا احنا عندنا ادويه آه وزاره الصحه متجهه باتجاه آه يعني توفير جميع الادويه محليا يعني مم. بالمستقبل ان شاء الله الغير بعيد ما نقول مهم. قريب جدا ادويه محليه مصانع محليه تجي وتنتج ادويه من شركات عالميه تسد النقص الحاصل كله هذا شلون احنا ما نبقى يعني نجيب من ال... المستورد نجيب مستورد وغالي مهم. وكذا زين هو قبل ما يستخدم الدواء يقول ما بي بعد ما نستخدمه ما بي فايده يا اخي ليش مهم. يعني لازم لازم يصير اكو ثقه المواطن لازم يثق بالدوله لازم يثق بالطبيب لسبب بسيط لانه ما إلى حل غير انه يثق بالطبيب. زين؟ ويترك هذه هذه الامور الطبيب اللي... و... ولازم عندنا تصير ثقافه بجزئيه مهمه طبعا حكيت لنا عنها موضوع المضاعفات الطبيعيه طبعا والاخطاء الطبيه هذه طبعًا. لازم طبعا نفرق بيناتها حتى نحد لل... من أكيد. هذه المظاهر والسلوكيات لل... اللي بالتاكيد هي ما تمثل مجتمعنا. طبعا له. طبعا للامانه انا يعني, يعني دائما اقول يعني للاطباء الجدد من خلال عملي كطبيب اخصائي عندي أطباء مدربين أدربهم من طيب. خلال اسم وضع المسؤولية. دائما خلي ببالك أني المريض بالنسبة لي شغل مم. بس بالنسبة لي حياته. حياة بالضبط. التعاطي تعاطي أنا تعاطي يعني ويا الموضوع يختلف عن تعاطي مع الموضوع. مم. يعني موضوع مختلف تماما. المريض من يصير عنده ردة فعل ردة فعله مقبولة مم. للأمانة الأطباء يتقبلون ردات الأفعال. بس ردة الفعل المبالغة اللي تهدد الحياه اكيد اكيد هذا اللي ما مقبول ما أريدها توصل لاعتداءات لفظيه وجسديه حتى وداعتك وتكسير حتى حتى الاعتداءات اللفظيه طبعا دي يتقبلوها دا يتقبلوها دا مشكلة الحاله يتقبل مه. تقبل المشكله بس يعني تهديدات وتعرف يعني لا بالتاكيد بعدنا هاي رواسب قديمه هذا هذا اللي ما نتمنى ان شاء الله مع, مع... مع العلم لا يعني مه. للامانه اكو هوايه نسبه كبيره جدا من المرضى حتى في حالات الوفاة مم. يطلع وهو عنده متوفي يطلع على طباء طيب. ويسلم عليهم مم. وجزاكم الله خير هذا وشكرا هذا جزيلا والموضوع المهم يعني هذا اللي لازم الرسالة اللي دائما نوصلها مم. يا أخواني التزموا بالقنوات القانونية لتحقيق شكواكم الدولة تتحاسب وتعاقب وتوصل ودت العقوبات للسجن والتعويض موجوده هو هذا اللي أنا يعني اريد اكد عليه يعني اشكرك الدكتور وائل كامل الكبيسي مدير عام دائره صحه الكرك على كل جزيزي. هذه المعلومات والايضاحات ومثل ما اكد الدكتور كامل وذكر الموضوع وارجع اكده مره ثانيه او مره ثالثه انه اكو قوانين واكو ضوابط اليوم للمؤسسات الصحيه يقدر يتجه لها المريض او المراجع بحاله انه صار خطا مهم انه نفرق بين الخطا وبين المضاعفات الطبيه حتى لا تصير عندنا هذه اليوم المشاكل اللي بالتاكيد هي ما تمثل مجتمعنا العراقي اليوم مو حلوه انه تتكسر مستشفى او يتهدد طبيب او يتم ابتزازه او تشوه سمعته بسبب مضاعف طبيعي لعمليه جراحيه اجراها الطبيب هدفه انقاذ حياه المواطن وانقاذ حياه المراجع وصار فد هذا المضاعف اللي هو طبيعي نتمنى الصحه والسلامه للجميع ان شاء الله فاصل وبعدها نكمل دراسه علميه جديده تقول انه تغير المناخ راح ياثر على سرعه دوران الارض وعلى الطريقه اللي يتم بها احتساب التوقيت العالمي وبالتالي دقيقتنا راح تخسر ثانيتين. تابع تفاصيل هذا الموضوع ويا فاطمه طالب. تدرون انه الدقيقه راح تصير 59 ثانيه بمعنى الكلمه؟ شلون؟ بحسب دراسه جديده فانه دوران الارض راح يتغير ويعني الزمن ده يتغير والجليد القطبي يذوب زين شو علاقه هذا الشيء بتقليل ثانيه من الدقيقه تعالوا احكي لكم تقليل ثانيه من الدقيقه راح يأثر على انظمه الانترنت والحاسوب بسنه 2012 شهد احد المواقع العالميه انقطاع كبير بالخدمه بسبب ثانيه كبيسه وما قدر احد يوصل للموقع من 30 الى 40 دقيقه بسبب تغيير نمط الوقت خلاصة الموضوع على الرغم من أنه الثانية يمكن حتى ما تبين إذا قللوها بس هو جداً خطير لدرجة أنه العلماء والمهندسين دا يكافحون ضد إدخال الثواني الكبيسة بسبب تأثيرها على الإنترنت والأجهزة لحد هسه تعتبرون موضوع البيئة شي عادي وما يأثر علينا؟ أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان بالعراق أن عدد المتسولين من الأجانب والعراقيين يوصل لأكثر من 500 ألف متسول أغلبهم من الأحداث والنساء الجنسيات الآسيوية مثل ما نعرف تشتغل بكثرة داخل العراق لذلك الجنسية البنغلاديشية هي الجنسية الأولى اللي تمتهن تجارة التسول أما من ناحية العرب فالسوريين هم الأول لامتهان مهنة التسول بالداخل العراقي بوقت سابق أطلق رئيس الوزراء حملة لإعادة المتسولين إلى بلدانهم الأصلية واعتبار عام 2025 عام خالي من التسول والتأكيد والتجديد على البرلمان والحكومة بتطبيق أقصى العقوبات باللي يمتهنون هذه المهنة اللي تسيء اليوم للمجتمع العراقي وعن هذا الموضوع وتفاصيلة نستضيف الاستوديو الأستاذ حازم أرديني نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان رحب بك أستاذ حازم <applause> الله يحفظكم ويسلمكم وشكرا لقناتكم على تناول موضوع مهم جدا وتحياتي لجميع مشاهدي قناتكم يا اهلا وسهلا بك. خلينا نبدي من الحملة اللي اطلقها رئيس الوزراء اعتبار عام 2025 عام خالي من التسول، احنا منتصف تقريبا راح نوصل لمنتصف عام 2024 المؤشرات تقول نقدر نوصل لهذا الموضوع انه عام 2025 يقول يكون خالي من التسول. بالتاكيد هي حملة يعني مهمة وكان المفروض تبدا قبل هذا الوقت على اعتبار انه استفحلت هذه الظاهره خلال الثلاث سنوات الاخيره اليوم بالنتيجه احنا تراكمها انه ممكن نحتاج وقت اطول اتوقع ليش لانه حجم المشكله صار كبير وبالنتيجه اليوم احنا نريد نعالج المفروض اكو علاجات جذريه بالنسبه لقانون العقوبات العراقي يعاقب المتسول من العراقيين اللي موجودين في العراق ويقوم بهذه المهنه وفق قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 في المادة 391 بالعقوبة بالحبس من شهر إلى مدة لا تتجاوز السنة وأكيد هي تكون مشددة في حالة العود مرة أخرى لكن إحنا اللي نشوف اليوم وزارة الداخلية أنه أكو تهاون اليوم أنه صح إحنا كنا مع العامل الإنساني لكن هي التسول اليوم هي ما أصبحت حاجة بقدر ما هي مهنة وهي هذه الكارثة اليوم هنالك من يتسول وهو لديه مورد رزق آخر على اعتبار أنه مهنة سهلة والعراقيين بطبيعتهم عاطفيين جدا ويتفاعلون بشكل وخاصة اليوم أنه ابتداع أساليب ووسائل يعني شيطانية نستطيع ان نقول من ضمنها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي راح اجعل هذا على هذه التسول النقطة. الالكتروني اللي يسمونه طيب راح راح اناقش هذه النقطه بس قبلها احنا عندنا مشكله بالقوانين لو بالتطبيق القوانين ما عندها مشكله تصور ابدا أتكلم تشوفها كافيه أنا ويا حجم عم. الموضوع اليوم ماشي ليش لانه اليوم انا اتكلم عن قانون صدر في سنه تسعة 69 69 ومعالج هذا هو هذا اللي اقوله فيعني في بالبلد عندنا منظومه قانونيه جيده مه. متى ما اردنا انه نقضي على اي ظاهره انه زي. هي موجوده اكو علاجات مم. اليوم احنا التشريع مستقبلي ممكن اضافه مم. بعض التفاصيل مم. لكن اليوم تقول لي اكو تشريع وهذا جزء من الحمله كتشريع. اللي اطلقها رئيس اكيد إنه, انه تعديل قوانين العقوبات وثاني شيء انه هو الجزء الاهم مم. انه اكو جهه تنفيذيه زي. واكو جهه قضائيه وتعرف مم. اليوم احنا البلد بعد 2003 اصبح ان هنالك فصل بين السلطات مم. فالمفروض يكون هذه اللجان من ضمنها انه القضاء مم. اليوم القضاء انه يطبق هذه الماده مثلا ما يكتفي بالكفاله حتى انه يكون راجع خاصة لمن يقوم باستخدام أولاده مهم. اليوم أو زوجته بالتسول يعني تلقى أنه رجل موجود هو جالس في البيت وزع افراد الاسره على الترافيك وعلى المناطق وبالنتيجه هذا هذه تعتبر جريمه حتى تدخل في موضوع الاتجار في البشر طيب. يعني ممكن انه كيفه متسول تسول ليش اتجار بالبشر ل... باعتبار يستخدم باعتبار عائلة انه أو هذا الطفل اليوم لا اراده له وانت اليوم تحرمه من دراسه تحرمه من مستقبل بالنتيجه اصبح هو سلعه لك وشفنا في بعض الاحيان انه اكو مشاكل كبيره انه الزواج غير مسجل نص الاولاد مليون انه غير مثلا هم ما, ما يمتلكون مم. مستمسكات رسميه نتيجه انه تقصد الاب طيب نص مليون متسول رقم ضخم يعني اذا نسال يعني دول يعني شلون دخله وشلون وصله وشلون توزعوا بهالطريقه هذه نتكلم النسبه الاكبر عراقيين يعني النسبه الاكبر عراقيين عراقيين يعني اليوم احنا نتكلم انه هذا الموضوع اصبح هو مهنه مم. وليست حاجه مهنة يعني مهنة اليوم أنه أكو من يمتهنها وفق عصابات منظمة أنه تقوم بإشراء تقاطعات معينة في المناطق العاصمة خاصة أنه تعرف المولات المناطق اللي تكون مثلًا ذات رخاء اقتصادي تقاطعات نشوف انه حتى تصير انه هنالك مشاكل كبيره بينهم فهم. على انه هذا المكان هذا التقاطع واذا انه اكو ناس يقومون بحمايه هذه كنا نشاهدها فقط في الافلام مهم. اصبحت اليوم حقيقه في العراق. يعني من خلال دراسات لي هذه العصابات الداخليه صرحت اليوم. اكثر من مهم. مره الداخليه صرحت على انه هؤلاء يقومون مرات بشراء اطفال مهم. او انه رجال كبار السن ومعاقين على كراسي متحركه او غيرها مهم. يعتبر هذا انه هو مصدر للرزاق هي مهنة هو ويقوم بإيواء في مكان معين ويوفر له وجبات طعام وبالنتيجه هو طوال اليوم يكون انه يكسب اموال كبيره مم. من هذه الطريقه مم. وهذه ظاهره حقيقه إن احنا نقول البلد الحمد لله اكو تطور في مجالات كثيره مم. لكن من ضمن هذه الحالات انه القضاء على هذه الظاهره مم. حتى نعطي الوجه الحضاري للبلد مم. اليوم انه صح احنا عندنا مشاكل كثيره من ضمنها اليوم انه بس الدوله وصلت انه تعطي رواتب لاكثر من مليونين و الف عائله رعايه اجتماعيه طيب اذا هي الدوله تقوم بواجبها مهم. بس انا المفروض عندما امسك زين بس هذه مهمه عندما مهم. اقوم بمسك شخص متسول ويكون ياخذ من الرعايه الاجتماعيه مهم. المفروض يلغى الراتب ويعاقب مهم. يعني المفروض انت تاخذ فرصه غيرك لانه الراتب مهما كان هسه قليل هو يستطيع هذا يمكن غيرك يستحق هذا الراتب اكثر منك يستحقك بزين. وانت قاعد انه تلجا نرجع لمصادر نتسأل غير نتسأل مشروعه بالكسب نتساءل عن دور الدوله انه شلون عندنا هالقد بنجلاديش يشتغلون ويمتهنون هذه المهنه بهذا العدد الكبير واليوم احنا نشوفهم موجودين بكل مكان يعني هذه موضوع يترك الجواب صراحه للجهات الرسميه وهي بالذات وزاره الداخليه مم. اليوم وزاره الداخليه المسؤوله على الامن الداخلي اليوم مم. هذا حتى يهدد موضوع الامن اليوم أن نتكلم أن يكون متسول أجنبي في داخل الشارع العراقي شيء غريب مه. يعني صراحة لم نكن نشاهده خلال الفترات أو السنوات قبل سنتين وثلاثة لكن ازداد خلال السنتين اللي هي ب 23 واليوم مه. نشوف لأنه أعدادهم كبيرة هو ليش زادت, زادت خلال هذه السنوات؟ قلت لي أنه آخرت للسنوات عندنا زادت هذه أنه تعرف الظروف الأمنية استقرت في البلد منح الفيزا وخاصة للزيارات الدينية تكون باعداد كبيرة ومهولة. فعلاً. المفروض اليوم منح الفيزا المفروض يكون مثل ما قاعد يصير ويا العراق، اليوم العراق من تروح تركيا تروح عن طريق شركات، عن طريق كذا يكون اكو كفيل. اليوم قاعد يجي هو اللي بداعي الزيارة. بداعي الزيارة وهذا المسار. ولكن يبقى سنتين مم. وثلاثة طيب. وهذا الشيء يصير انه هو ما حاصل على اقامة رسمية مم. ولا على رخصة عمل. بالنتيجة الكثير ما راح يكون يعطوه رخصة العمل اليوم مم. انا بدي اشتغل بمحل واروح راح اقول له عندك اقامه مم. يقول لي لا يابا عندك رخصه عمل مم. هم ما عنده هو اذا ما عنده اقامه ابتداء ما راح يحصل على الرخصه بالنتيجه وين راح يروح يلجا للشارع بالضبط في متسول وغيرها اكيد آه احنا قلنا عندنا هذا هذا العدد الكبير اكثر نعم. من نص مليون متسول اسيويين وعرب وعراقيين يمتهنون هذه المهنه احنا بالاساس هذا شلون دا ياثر هذا العدد الكبير شلون دا ياثر اليوم على المجتمع العراقي وعلى سوق العمل العراقي احنا التسول هو يعني ما له علاقه بالعمل اليوم العمل موضوع اخر موضوع انه يعني وانا اسال عدنا هذا عدنا السؤال عدنا بعض لأن بعض لأن حتى الاجانب ممكن ايه؟ يستسهل الموضوع يقول لا لك هو هو يستسهل هذا ال... ربحي اكثر خوبي لا هو ربحه اكثر بس هو اصلا ما عنده قهمه هو مخالف اكثر من مخالفه مهنه اه. التسول هي جريمه بالعراق طيب. ودخوله بدون إقامة رسمية واستمرار بالتواجد داخل الأراضي العراقية هي جريمة أخرى فبالنتيجة المتسول الأجنبي تنطبق عليه عدة مواد قانونية تختلف عن المتسول العراقي خطورته وين؟ خطورته وين؟ اليوم أنه صار عندنا قبل فترة شفته بالعظمية أي. وقبل فترة أخرى في البصرة مه. شبكات المتاجرة بالمخدرات تجار بالبشر وصرحت وزارة الداخلية يعني هذا الموضوع مو مخفي سنة 22 و 23 كانت الكثير سنة. لكن جزء ما إعلاميا مثل ما تغطت حادثة العظمية بزبط. لأنه كانت في شهر مه. رمضان وتبين أنه هذا الشخص مع أشخاص آخرين يسكنون في منطقة معينة يقومون مه. بعمليات التسليب وعمليات وكيف أجنبي يمتلك سلاح ويكون في الشارع مه. إذن الأمن سيهدد اذا لم نقضي على هذه الظاهره مم. في اسرع وقت. شنو نحتاج حتى نقضي على هذه الظاهره؟ مثل ما تعاون حتى تعاون. وزاره الداخليه معا. تقول لك انا عندي حملات مشخصه في المناطق خصوصا انه احنا بحلقه سابقه استضافينا ممثل عن وزاره الداخليه قال حاليا الشغل بالاطراف دا يصير مو مم. بس بالمركز. فشنو المطلوب اكثر بعد؟ المطلوب انه اليوم وزاره الداخليه تعتبرها جهد يومي وليس مم. حملات. مم. وزاره الداخليه تمتلك مراكز شرطه منتشره على كل مناطق العاصمه. مم. وبالنتيجه هي موجوده محاكم تحقيق ومحاكم جنح في كل بغداد والمحافظات، طبعا هاي احنا قاعد نتكلم عليها انه ما عدا اقليم كردستان اقليم كردستان حقيقه ما عندنا احصائيات واضحه مثلا في هذه التفاصيل، لكن نتكلم هنا اليوم وزاره الداخليه الاتحاديه المفروض يكون اكو توجيه مركزي فهم. لجميع مدراء الشرطه في المحافظات ومن خلالهم الى مدراء مراكز الشرطه اليوم لانه ماكو منطقه تخلم من وجود مم. الدوريات والنجده والشرطه الاتحاديه طيب. يكون جهد يومي وليس حمله مم. الحمله تعرف الهواقه من الى او انه أو تخرج ساعات مم. محدده لكن عندما يكون جهد يومي خلال مم. 24 ساعه اتوقع انه سيكون نجاح اكبر ما لو كانت حمله طيب. وسنقضي على الظاهره زي. في 2025 خ... خلي... متى ما كان شغل يومي على 24 خلينا ننتقل لتحديث لو شو نسميه هو على التسول موضوع التسول الالكتروني والصحي اكيد اليوم احنا ترى الجريمه مم. تتطور مم. وكل الحياه تتطور فمن زي. ضمنها التسول تسول هم يتطور تطور بشكل كبير، اليوم مم. انت يمكن تدخل على مواقع التواصل وبالذات الفيس باعتبار الاكثر استخداما مم. تجد اليوم عشرات الحالات فعلاً. لاشخاص وارسال و... و... تقارير وصور وصور وحل... وبحيث زي. انه يستنزف دم القلب يعني زي. احنا العراقي طبعا عاطفي و... وتزداد في شهر مم. رمضان فعلا ش... شهر هاي. طاعه ورحمه وكذا وبالنتيجه يستجدي مم. بشكل الكتروني مم. ممكن انه مجرد انت دخلت راح يدخل على الخاص يعني بالفيس من تعلمت يرسل لك وغيرها يبدي انه يتواصل وياك معك على الخاص يشوف انه زي. انت تاثرك اكثر من الاخرين مم. مم. فبالنتيجه هو بدا يفرزن وعنده انه تفاصيل اخرى وحتى انه ممكن اكثر من شخص لانهم يقومون يعني هذه نتوقع انه المفروض شغل الامن الوطني مم. اليوم من تظهر هيك حالات احنا عندنا وزاره الصحه طيب. وزاره الصحه عندها معينه لهذه التفاصيل والمستشفيات مفتوحه بالنتيجه هذا الموضوع طرحه بهذه الصوره مم. وبانه هو يحتاج المنقذ من المواطنين الشرفاء. هي هاي صارت مو بس على الفيسبوك اليوم نشوفها بالتقاطعات همين يعني نلقاهم لازمين صوره تقارير طبيه وتقارير طبيه او شيبس وهمي اذا يعني هذه كلها هيت. هي كلها حداثه سابقا مم. يعني انه نشوف احنا كان ممكن كبير السن مم. اللي هجروا اولاده يعني حالات نادره فعلا. وحتى هذا المتسول في ذاك الزمن يعني كانت تشوف انه اكو ناس يتبنوه يعني يحاولون يوفروله ويعطوه راتب شهري يعني اكو هيك امكانيه هذا اليوم متسوّل الحالي اذا تعطيه مليون يقول لك انا ما تكفيني او ما يعني لانه شلون شاف المهنه تدور بارباح اكثر مما لو كان لديه عمل بالضبط شلون واحد يحمي نفسه خصوصا من هذا التسول الالكتروني لان احنا نستخدم أه. هوايه مواقع التواصل وصادفنا احنا دائما نقول انه يعني المنابر الدينيه جزء مهم. اليوم المنابر الدينية المفروض تفرق ما بينه هو محتاج ويكون من ذوي القربة يعني ذوي الرحم اليوم أنت ماكو أسرة يعني يخلو عندك أقارب وعندك أصدقاء وجيران فبالنتيجة انت اليوم عندك مقدرة وتريد تساعد ساعد من تعرفه الأقرب إليك الأقرب إليك والمحتاج فعلا يعني أنت راح تعرف أو تسأل بس اللي بالشارع أصبحت أنه يعني 99% أنه من المتواجدين في الشارع هم مهنة هم مهن ويعني وسيلة كسب سريع ويعطون أنه طريقة استدراج يعني هي بالضبط استدراج الناس وعواطفهم خلال هذه الفترة على اعتبار أنه هم محتاجين وكذا اليوم تروح يم فرن الصمون راح تلقى تلقى, ثلاثة واقفه ليش وقت فطور وكذا واذان يعني اختيار الاماكن والتوقيت هو ليس عشوائي مو هو هذا المدروس مبروس. انه احنا قلنا مم. اكو مجاميع اكو تقاطعات اكو مكانات اليوم اكو من يحمي هذه المجاميع ويستفيد من عندها 100% احنا احنا نقول انه اليوم من تمشي دوريه الشرطه او النجده وجاي تشوف هي من واجبها انه تلقي القبض عليه هذا زين المتسول وما عرفت شنو هو لديه عائله اذا طفل يحاسب الاب مم. وفي حاله العود يسحب الطفل ويودع في المدارس الاحداث الموجوده لوزاره العمل يعني بالقانون هذه وعالجها قانون الاحداث للعلم ليش؟ لانه الحدث اليوم هذا تجارب بالبشر يدخل هو هنا يعني انت صاحبه زيحة. بس بالنتيجه انت ابوه توفر له وسائل الراحه هو هذا هذا اللي اقوله انه هل من المعقول هذا العدد الكبير من الاطفال اللي موجودين بالتقاطعات ذولا كلهم داخلين من برا لو ذولا هنا ابهاتهم ومهاتهم موجودين لا الاحداث نادره ما تلقى اجانب زين بصراحه الاحداث اي لانه تعرف انت جاي هو زياره عاده يجي اي أيوة مو يعني أ... البالغين اكو عمره سنتين وثلاثه س... بالشارع سنتين ممكن انه هذول الاطفال يجوز انولدوا بالعراق مم. لانه اكو عوائل اجت زين يعني بنجلاديش تلقى انه هو وزوجته وكذا يعني اكو عوائل باكملها فهذا الطفل الصغير انا ما اتوقع هو داخل اصلا يجوز ما يمتلك جنسيه مم. فاليوم من يشوفه ليش قلنا احنا وزاره الداخليه؟ مم. وزاره الداخليه هي تتحرك في عموم طيب والبقيه والبقيه عراقيين حسب دراساتكم الاطفال الاغلبيه أي أي عراقي والأغلبية انه هو نتيجه انه الاب يعني مع الاسف أي. انه يكثر عدد الاطفال لهذه المهنه يعني أوه. شوف ايه وموجود ياجرون نظام الايجار يعني وصلنا انه اكو بعضها وحتى الداخليه انه طفل يؤجر يعني باليوم مثلا 20000 تاخذه من اهله ويرجع زي. العصر عزيزي. زين هذه هذه الجريمه يشترك بها عائلتين يعني عائله هذا الشخص يأجر طفل بعشرين 20000 وقت طفل محدد الوقت محدد وكذا وتشوف تشوف انه زي. اكو ام ترضى لطفل انه بالشمس او بالكذا وتشوف الوضعيات ما يعني مستحيل تكون هذه ام حقيقيه فانت من تتحقق كوزاره الداخليه وتلقى القبض تشوف هذا الطفل شو اسمه منين ايش جابه هاي امه من جابهم اصلا ايش معنى اختاروا هذا المكان مه. يعني انت مثلا شخص يسكن في شرق الرصافة تجده في اطراف الكرخ هذه فهذه كلها هذه يحتاج العقوبات يحتاج انه متابعه وتدقيق وهذا دور وزاره الداخل وعقوبات الاحداث لازم تكون على الاب والام والعائله الحدث تفرتوها. هو ضحيه ضحيه الحدث لهذا الموضوع فالمفروض منه هو المجرم الاب او الام هو اللي يتعاقب, على, هو على, يتعاقب على, على, على هذا القانون حسب أنا يعني اشكرك وقلوبة وقلوبة الاستاذ لحظة. حازم الرديني نائب المرك... نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان على كل هذه المعلومات ودراسات هذه دراسات مهمه نتمنى ان تستمر نتمنى أنهم من و... قناتكم وكل قنواتكم تعتمدها الوزارات يعني مع احنا مع احترامنا للقنوات العراقيه أه وجدت انه قناه الحره وقناه العربيه الحدث اهتمت بهذه المواضيع وجاءت و... جامع... اول قناه عراقيه نتمنى انه باقي القنوات تحذو حذوكم انه تسليط الضوء الموضوع على مهم؟ المشاكل فول. المجتمعيه بخطوره على بي... سمعه البلد ايضا فعلا فعلا, فعلاً. أنا شكرا شكرا جزيلا الشكر استاذ شكراً حازم جزيلا فرصه سعيده يا اهلا وسهلا بك مثل ما وضح استاذ حازم هذا دور وزاره الداخليه <applause> ودور الجهاز جهاز الامن الوطني وغيرها من الاجهزه الامنيه المعنيه بمتابعه هذه المواضيع مهنه التسول وتجاره التسول اليوم موجوده بكثره بغداد والمحافظات مثل ما ذكر استاذ حازم اكو اطفال يؤجرون اكو عندنا تسول الكتروني موجود مواقع التواصل الاجتماعي لذلك نحتاج الى متابعه اكثر للحد من هذه الظاهره ما راح نوصل لعام 2025 عام خالي من التسول واحنا بعدنا نسوي حملات من الى وممكن حتى دوله المتسولين يعرفون هاي الحمله شو وقت راح تصير وياخذون اجراءاتهم وينتقلون المحافظه ثانيه والمنطقه ثانيه ويعبر الموضوع فاصل وبعدها نكمل ختاما نشوفكم بحلقة جديدة ان شاء الله الاسبوع الجاي بعد العيد مباشرة نتمنى لكم ان شاء الله عيد سعيد وتحقيق كل الامنيات في امان الله